نحن الآن في حلقة خاصة من برنامج تدريب على الهواء مباشرة. هذه الحلقة خصصناها للمقيمين في يوم التقييم والكاستنج الذي جرى منذ أسبوع على الأغلب، واليوم نحن معهم في استديوهات RBC TV على هذه الشاشة التي منحتهم الفرصة للظهور وتقديم محتوى إعلاني. لأول مرة اليوم نحن نقوم نستطيع أن نقول بما هو أشبه بورشة عمل تدريبية على الهواء مباشرة. نعم، هي ورشة عمل تدريبية تقام لأول مرة على الهواء مباشرة أمامكم مشاهدينا لتشاركونا آراءكم حول المحتوى المقدم من قبل المنتسبين إلى أكاديمية الرواد للتدريب على شاشة RBC TV. في البداية دعونا نرحب بربا وهبة وأيضا محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بالبداية دعونا نتحدث عن يوم الكاستنج، يوم التقييم. كيف كانت الأجواء؟ كيف كانت المشاعر؟ وكيف كنتم أنتم؟ لنتحدث. من يبدأ؟ نعم، أستطيع أن أبدأ بروبا. أكيد طبعا. ما رأيك؟ كيف كان هذا اليوم؟ كيف كان شعورك؟ هل توقعتي ما توقعتيه عندما ظهرتي أمام اللجنة التقييم أماما على الهواء مباشرة وأمام المشاهدين وقدمتي ما قدمتي؟ توقع فاق أصلا توقعاتي. كان شيء جميل صراحة، تجربة جديدة ومركزي أما كل شيء متدربين، كان شيء كثير حلو أصلا الواحد يكون عنده فرصة للتدرب. كيف كان الشعور الظهور لأول مرة على شاشة التلفزيون وأمام الكاميرا على الهواء؟ مرعب. بس ما رح نقول مرعب. هنقول إنه لطيف. هذا عنوان عريض. مرعب جدا. مرعب جدا. فينا نقول إنه مرعب بين بعض يعني، بس على الهواء ما حنقول مرعب. هنقول هو كان لطيف. تجربة أصلاً تستاهل الواحد يجربها. طبعاً كان يوم التقييم ضمن برنامج تقييم. اليوم نحن في برنامج تدريب. وهذا البرنامج أيضا على الهواء مباشرة لا يعنى فقط في المجال الإعلامي، وإنما نستطيع أن نقول في شتى المجالات المهنية العملية وحتى الفنية. دعوني أتوجه إلى هبة. مرحبا ناصر. مرحبا. بدي أقول مرحبا لكل المشاهدين كمان. نحكي عن يوم الكاستينج، يوم كان حافل وتجربة أكثر من رائعة، تجربة جريئة، تجربة فريدة من نوعها. اليوم بالإمارات حتى وين ما كان، يعني أنا كنت في سوريا واليوم بدبي، ما مرت علي هاي التجربة من قبل، خاصة للأشخاص يلي مثلي. أنا كنت بمجال الراديو، مجال الصوت، اليوم أنا فجأة لقيت حالي أكثر المشاهدين كنت تعملين في مجال الإذاعة ومجال صحيح. التعليق الصوتي صحيح. فأني جرب الكاميرا لأول مرة تجربة كتير حلوة بالنسبة إلي. كان في نوع من التوتر، يعني هذا الطبيعي، توتر خوف، ولكن تجربة أكثر من رائعة. بدي أتشكر مجموعة الرواد للأعمال، بدي أتشكر RBC TV، بدي أتشكرك إلك ناصر، عن جد فرصة كتير حلوة، وكنت من المحظوظين اللي معكم، إن شاء الله التوفيق للكل. أستطيع أن أقول لك بأن تقييمك كان جيد جدا صراحة وحقيقة، وهذا الخوف الذي تتحدثين عنه الآن لم يكن ظاهرا أبدا أبدا، حتى الصوت لم يكن هناك أي رشفة أي رعشة حقيقة، فكان تقييمك جيد جدا. دعوني أن أتوجه إلى محمد. محمد مرحبا بك من جديد، ودعنا نتحدث عن يوم التقييم. كيف كان بالنسبة لك؟ يوم التقييم كان يوم جميل بكل المقاييس، على اعتبار أن كان في نوع من الرحابة أو الترحيب من جميع طاقم العمال اللي يعمل في قناة الرواد. كان تجربة جميلة جدا الوقوف أمام لجنة التحكيم، كانت النصائح جدا رائعة وجدا عملية، وهذا كان ينم على يعني احترافية لجنة التحكيم صراحة. ما شاء الله ملاحظاتي كانت جدا رائعة ونزيهة وعملية في محلها، ملاحظات الأستاذ أسامة كذلك رائعة، الأستاذ مصباح. كان جميل أنكم تعطون هذه الفرصة، حتى الذي يخطئ كان يأخذ الفرصة كاملة ويأخذ المجال لكي يعيد ويلتقط أنفاسه ويلملم شتاته
يعود لي يتحدث أو ليؤدي بشكل مناسب حتى يعني الجميع كان راضي عن الفرصة التي أتيحت له. وأنا أشكر لكم هذه البادرة الجيدة والجميلة، وأتمنى أن تكون يعني إضافة لكل مشارك في هذه المسابقة. نحن بدورنا نشكرك محمد لقدومك اليوم الكاستينج، وأيضا أعطائنا هذه الفرصة أيضا للتقييم، وهذه تجربة جديدة عليك وجديدة علينا أيضا، ولكن كانت المبادرة من مجموعة الرواد أكاديمية الرواد التدريب وقناة RBC. اليوم نحن على الهواء مباشرة من جديد، نذكركم بذلك، ونستطيع أيضا أن نقول بأن هذا اليوم قبل أن نخرج في هذا الرايف كنتم في ورشة عمل، نستطيع أن نقول بأنها تنويرية مع الدكتور أسامة المصطفى الذي كان هو واحد أو أحد المقيمين في ذاك اليوم. دعونا نتحدث بداية عن كيف كانت الورشة، ورشة العمل التنظيرية حول كتابة المحتوى مع الدكتور أسامة. الدكتور أسامة كان جميل اليوم في طرحه لهذه المعلومات اللي قدمها بخصوص المونتاج وإعداد المحتوى وجودة الصوت وجودة الصورة. أعطانا بعض المعلومات التقنية عن التقارير، عن الأفلام الوثائقية مدتها، كان موجز لكن كان جدا مفيد، معلومات افتتاحية أو ابتدائية لمن سوف يتبحر فيما بعد في الدورات التخصصية. طبعا أنا لم أفوت فرصة بأن أسجل كل ما ذكر في مذكرتي، لأنها معلومات قيمة لا يمكن أن تتحصل عليها في أماكن غير هذه المنابر اللي تمارس الإعلام بشكل احترافي. ولننوه للمشاهدين بأن هذه الورشة كانت ورشة تنويرية، بالأحرى هي ليوم واحد، وهي عن مفاهيم عامة وعناوين عامة وعريضة حول كتابة المحتوى وأيضا العمل التلفزيوني بشكل عام. وهي تمهيد لورشة عمل تدريبية عملية حقيقية، أو نستطيع أن نسميها دورة على سبيل المثال. دعوني أتوجه إلى هبة. نعم هبة، اليوم نحن نعلم بأنك حضرت لنا محتوى إعلامي له علاقة بالتقديم التلفزيوني. صحيح. ما هو؟ نشرة أخبار. مرة أخرى؟ نشرة أخبار. نشرة أخبار، أوكي حسن. إذن هي نشرة أخبار ستؤديها على الهواء مباشرة. طبعا. أمام المشاهدين. وهل هي لوحدك أم؟ معي ضيوف، محمد زميلي وزميلتي ربا. جميل جدا، هل أنت مستعدة لذلك؟ إن شاء الله. أوكي. دعونا نبدأ لك، تفضلي، سأعطيك مكان مقدم البرنامج. مكان مرعب. لا تعتادي عليه كثيرا. مكان مخيف. حسن. إذن بدوري أنا سأبدأ بالعد التنازلي، وعندما أعطيك كما نسمي هذا المصطلح كيو. البداية. تبدأين بمقدمة أو بالترحيب بالمشاهدين إلى نشرة الأخبار وتستهلينها بالخبر الأول. طب إن شاء الله. لنبدأ. 4-3-2 كيو. نشرة الأخبار من RBC TV تقدمها لكم هبة الدهرلي، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى حياته من أجل الوطن ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا. جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أخيه صاحب السمو محمد بن زايد بعنوان شكراً محمد بن زايد. وفي أبرز الأخبار العالمية، تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم السابع على التوالي مع ارتفاع عدد القتلى إلى 21 شخصاً على الأقل. دعت المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هالي مجلس الأمن الدولي إلى انعقاد طارئ لبحث التطورات الحالية في إيران،
معنا في الاستديو المحللة السياسية ربا يوسف. نعم ربا، أهلا وسهلا بك. أهلا فيكم. هل ترين أن الأزمة الإيرانية سوف تجد حلا قريبا؟ إن شاء الله، هندعي لهم يجدوا حل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك ربا. لك زو. أعلنت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم أن القدس المحتلة ليست للبيع بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المالية. أيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي المحلل السياسي محمد المنصوري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد. نعم أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. تحدثنا أكثر عن طبيعة هذه المجريات حول هذا الموضوع. أظن أن القضية الفلسطينية سوف تبقى على صفيح ساخن إلى أن تقوم كل الأطراف المعنية بالدور المطلوب منها من أجل إحقاق عملية السلام. المحلل السياسي محمد المنصوري، شكرا جزيلا لك. شكرا. وختاما، ذكرت وزارة الدفاع الكويتية اليوم سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الرفيق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية الذي تنقله لحادث خلال زيارته الرسمية لبنغلاديش. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أعزائنا المشاهدين، نلقاكم على رأس الساعة القادمة بأمان الله. يعطيك العافية يا هبة، يعطيك العافية. طبعاً كما شاهدنا مشاهدينا، كان هذا تيست، نستطيع أن نقول أنه تيست تجريبي لمحتوى إخباري نشرة أخبار قدمتها هبة الدهرلي المتقدمة والمنتسبة لأكاديمية الرواد للتدريب في هذه الورشة، ورشة العمل التدريبية لأول مرة على الهواء مباشرة، ونحن بدورنا سنعطيها ليس تقييما وإنما بعض الملاحظات لأيضا تكونوا أنتم في عمق الصورة وفي عمق هذه الورشة وكيف تجري الدورات والورشات التدريبية والملاحظات التي نحن نوجهها بدورنا إلى المتدربين. هبة، قدمت اليوم نشرة أخبار. صحيح. بدأت جيدا، قلت أهلا بكم، رحبت بالمشاهدين، كان هذا جيد جدا. ثم بدأت بالخبر الأول والخبر الثاني والخبر الثالث، ثم عرشت إلى خبر آخر وصدفت ضيفتك ربا. صحيح. نعم، كانت الضيفة بخيلة في الكلام، مستطيع أن نتكلم. وهذه المواقف قد تواجهنا كمذيعين ومقدمي برامج على الشاشة على الهواء مباشرة كثيرا، ولهذا فيفترض على المذيع أن يحاول أن يجعل ضيفه يتكلم. صح. نعم. صحيح. أن يجعله يستحضر المفردة. نعم. صحيح. وأيضا كنت هبة جعلتي أيضا حاولتي، نستطيع أن نقول كان لك تون إخباري، هذا هكذا نقول نحن، تون إخباري. صحيح. جميل جدا، أداء رائع كان. ثم تحولتي من الضيفة وشكرتيها، تحولتي إلى خبر آخر وكان هذا محور مختلف، وصدفتي السيد محمد وكان جوابه شافٍ ووافٍ، ومن ثم شكرتيه وختمتي أمام الكاميرا. كانت نشرة أخبار جيدة جدا، ولكن كانت هناك بعض الهفوات اللغوية، ولكن بالمجمل كان أداء جميلا جدا، يعني بالعامية يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. شكرا كثير. شكرا لك. مشاهدينا، سنتحول أيضا إلى ربا. ربا لديها أيضا محتوى أعتقد أنه من نوع آخر، لنرى سوا. تفضل. ثلاثة، اثنين، كيو. مساء الخير، إن شاء الله كلكم تكونوا مناح. أول شيء مساء الخير للجمهور. أوكي. خلينا ربا، دعينا نعود من البداية. نظرتنا تكون على الكاميرا مباشرة وليست علي أنا. نعم، نظرتنا على الكاميرا أو إلى الكاميرا. أوكي. وعندما أعطيك الكيو ستبدأي. حسنا. أوكي. خمسة، أربعة، ثلاثة، كيو.
مساء الخير لجمهورنا اللي متابعنا، ومساء الخير لضيوفنا هبة ومحمد. مساء الخير يا بابا، شو اخباركم؟ الحمد لله. طيب انا حابه اشارك معكم موضوع، ما بعرف اذا انتم حصلكم من قبل او لا، بس موضوعنا اليوم حيكون عن الخدمات. انتم بتعرفوا ان كل الناس هلا بحاجه الخدمات، وبحاجه يكون عندهم شركه ما تستحوذ على الخدمه بقدر ما هي تعطيها للمستهلك بطريقه خلينا نقولها جميله، تمام؟ فانتم كمستهلكين خلينا نقول، كيف بتقيموا الخدمه اللي انتم بتاخذوها على اساس ان هي خدمه جيده او سيئه؟ حاسمع اول شيء من هبة وبعدين حانتقل لك محمد، تفضلي. اليوم الخدمة اللي بتتقدم لي بقدر قيمها من خلال قديش أنا عم استفاد منها. يعني أنا اليوم ما فيني مثلاً شارك ممكن أخذ خدمة وما أكون عم أخذ منها الفائدة المرجوة منها، فبقدر ما أنا بأخذ فائدة منها قيمها على هالأساس. شكراً كثير محمد، أنت شو رأيك؟ أنا أظن أن المعني بتقييم الخدمة أو جودة الخدمة هي الجهة التي تؤدي هذه الخدمة، وهذا التقييم له عدة معايير. أولها سرعة هذه الخدمة، ثانيها جودة الموظفين أو حسن اختيار الموظفين اللي هم مؤهلين لخدمة العملاء بشكل جيد. ثالثا يجب على الجهات التي تقدم هذه الخدمات أن تكون لها استبيانات مع الجمهور لكي تدرك مدى رضا الجمهور عن هذه الخدمات، وما هي التعليقات التي لدى الجمهور على هذه الخدمات. رابعاً يجب الاطلاع على المنافسين سواء في السوق المحلية أو في السوق العالمية لتطوير هذا المنتج بالشكل المطلوب. حتى هلأ السوشيال ميديا صارت تلعب دور كثير كبير إنه تخلي الناس أصلاً يعبروا عن آرائهم عن السوشيال ميديا دايركت. لما تفتح أي سوشيال ميديا لأي شركة فيك تعرف إذا تقييمها سيء أو جيد. لذلك هذه الشركات لذلك يجب أن تكون حتى متابعة لهذه المنابر مثل السوشيال ميديا حتى تعرف ماذا يقال عنها أو ماذا يقال عن خدماتها في عند الناس. حتى في شركة من الشركات كانت أنا حابة أشتري شيء منهم برودكت، أوكي، فتحت عن السوشيال ميديا تبعهم، شفت الإنستغرام لقيت كله تعليقات تبعهم، الفيوز مش كانت أوكي، خلينا نقول تعليقات سلبية مش جيدة ومش سيئة، فهذا صراحة خلاني أعيد النظر في الموضوع. فصرت أحس إنه السوشيال ميديا تقييم جدا عالي لأي خدمة، وفيك حتى مثلاً يكون عندك حذر من هاي الشركة إذا مجرد ما تشوف السوشيال ميديا تبعها مش أوكي. لكن لا يمكن كذلك الاعتماد على السوشيال ميديا كمصدر حقيقي، لأن في أوقات يكون تعرف المنافسين هن أصلاً عم بيحكوا عن السوشيال ميديا تبع الشركة الثانية، فيصير في تشويش على سمعة المنتج. الأفضل أن منتج أي خدمة هو يعمل تقييم لذاته، وهو اللي يسعى إلى تحسين جودة العمل اللي بيقدمه، أفضل من أن نعتمد على بعض الوسائل اللي ممكن تفتقد للنزاهة والمصداقية. صحيح. أشكركم كثير. شكرا لكم. أشكر الجمهور المستمعين، وكلكم ذوق، وإن شاء الله نشوفكم على خير. يعطيك العافية يا ربا. يعطيك العافية. تفضل. يعافي أمك. كانت هذه روبا مشاهدينا. تخيلوا. نعم، شاهدنا روبا قدمت برنامجا نستطيع ان نقول بانه منوعا نوعا ما، تعاطت حول موضوع الخدمات وايضا المتعاملين. نعم صحيح. نستطيع ان نقول روبا بان ما قدمتيه بالبدايه كان جيد نوعا ما، ولكن الترحيب لم يكن بالحرارة المتوقعة كما المشاهد هو يتوقع أن ترحبي به على الشاشة. يعني نستطيع أن نقول لو استقام ظهرك قليلا لقلت مشاهدينا أهلا بكم، أو إذا قلنا بالعامية مشاهدينا يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، أعتقد هناك حرارة أكثر. تفهمين ما أقصد. وعندما رحبت بالضيف الأول ومن ثم بضيفيك سألتي السؤال بشكل مباشر، ولكن لم تعقبي على جواب ضيفك الأول الذي سألتيه السؤال، ولكن عوضتي ذلك مع محمد. ونستطيع أن نقول بأنك عندما بدأت الحلقة استرسلت فعليا بالحديث، ونستطيع أن نقول بأن الحلقة دامت
على مداري على مدار جيد وقدمت محتوى. هذا المحتوى كان مفيدا من الناحية المعرفية في الموضوع الذي كنت تتكلمين به، ولكن الختام لم يكن جيد جدا، كان خجولا، كان خجولا استطيع ان اقول. عليك ايضا ان تختمي الحلقة بحرارة اكثر او بود اكثر او بشوق بانك ستلتقين بالمشاهدين مجددا ان شاء الله في حلقات قادمة او غدا. فيعطيك العافية. نعم، اتمنى ان تكون ملاحظاتي اكيد طبعا ومفيدة. مفيدة. نعم. اما اليوم او الان سنتحول الى محمد. محمد اليوم ايضا لديك محتوى. نعم. لنرى ما بعد. بسم الله. سوي مساحة لكم شو ما تعرف. لا يا عم. ما بوصل. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، كيو. أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم يتجدد اللقاء مع موضوع اجتماعي مهم جدا شغل الناس منذ زمن بعيد، واختلف فيه القاصي والداني، وما زال الاختلاف قائما فيه إلى الآن، ألا وهو موضوع تعدد الزوجات. في هذا الموضوع سوف نستضيف السيدة ربا والسيدة هبة. أهلا وسهلا بكم. أهلا. السيدة ربا والسيدة هبة هما على طرفي نقيض في هذه المسألة، وسوف نأخذ رأي كل منهما في هذا الموضوع. أختي ربا كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا. رأيت أن لديك رأي يتنافى مع ما هو سائد لدى جميع النساء بأنك مع تعدد الزوجات. طبعا اكيد اذا كان الزوج له مقدره، وانت تعرف انه نسبه البنات صارت زائده خلينا نقول، ففينا نحل هذا الموضوع بالزواج. ترين ان الزواج هو مظله شرعيه لحل مشكله العنوسه. اكيد. رائع جدا. السيده هبه. رائع جدا. انا على نقيض وعلى صراع مع زميلتي ربا بالراي. أنا بعتبر تعدد الزوجات هو عامل من عوامل تفكك الأسرة. اليوم لما الزوج أو الشاب بيختار شريكة لحياته، فهو عم يختارها خلص هي شريكة حياتي، أم أولادي، يعني ما يمكن يبدلها بأي شيء ثاني. كمان بالطرف الثاني بالمقابل النساء، إذا فيني أقول يعني ما لهم كوليكشن لحتى يجمعهم الرجل يعني حوله. هي شريكة واحدة ممكن يكفي العمر معها وانتهينا. خلاص. لا لا بس لا بس دينيا الموضوع موجود موجود، واكيد يعني له اسبابه. هناك هذا المنفذ الشرعي، هناك موجود دينيا، موجود هذا المنفذ الشرعي، بلس انه مش كل النسوان بتحقق المطلوب خلينا نقول، مش كلهم. جميل جدا. صح؟ جميل جدا. هل انت على الصعيد الشخصي سوف تتقبلين ان تكون لك زوجه ثانيه؟ اعتقد جميل. اعتقد لانه تبني. انا شوف انا عندي ثقه بنفسي. نعم. فما اتخيل انه تيجي وحده، خلينا نقول انه افكر انه هي حتاخذ مكان، او حكون انا كولكشن، او حكون قطعه. على صعيد الفكره، على صعيد الفكره ما عندي مشاكل. ما عندك مشكله مع الفكره؟ انت متصالحه معها بشكل جيد. انا متصالحه مع نفسي، ما في مشاكل. قلت لك على الصراع دائم وما زلنا وسنظل. هكذا مشاهدينا الكرام، يبقى الصراع حاضرا ويبقى الخلاف هو سيد الموقف. إلى لقاء آخر إن شاء الله في موضوع جديد، نلقاكم على خير. شكرا محمد، شكرا لك. يعني كان موضوعا على سطح ساخن. هذا كل اللي حيقدموني من دون انت. تعددت الآراء حول تعدد الزوجات. محمد كان أداء جيدا، شاهدناك وأنت تبدأ بمقدمة حول الموضوع الذي تريد أن تتكلم عنه، ثم رحبت بضيوفك الكرام وبدأت بسؤال أول، ومن ثم
ومن ثم بدأت بعد أن أجاب ضيفك الكريم أو ضيفتك الكريمة عقبت على الجواب، سألت سؤالا آخر وكانت فقرة نستطيع أن نقول جيدة جدا في نعم حوارية وذات مضمون، ورأينا روح الدعابة والفكاهة أيضا حاضرة بين ضيوفك الكريم. طبعا وكانت لكسر التوتر. نعم، ورأيناك أيضا أنت مرتاح على الشاشة، وهذا من عوامل التقديم الجيد أن نراك لست متخشبا ولست متوترا، وإنما تعلم ما تقول وعلى دراية أيضا حول ما تعنيه من كلام ستقدمه أو معرفة أمام المشاهدين وتحاور ضيوفك حوله. إذن مشاهدينا كانت معنا روبا وهبة وأيضا محمد. كلمة أخيرة من روبا لكل مشاهدينا بعد هذه التجربة، التجربة الأولى في التقييم ومن ثم التجربة التي أجريناها اليوم في تدريب. أكثر شيء أنا لازم أشكرك لك، أنا بشكرك جدا كثير وبشكر المركز اللي أعطانا هالفرصة أنه نكون نحن موجودين، يكون لنا صوت في مجال الإعلام. أشكر كل اللي طبعا كل المصورين واللي تعبوا اليوم، شكراً لك. أنا بدي أشكر كل القيمين على هالعمل وعلى هالفرصة الرائعة. بدي أشكر الأستاذ مصباح، بيشكر الأستاذ أسامة على المعلومات القيمة اللي أضافوها لنا. يشكرك إلك ناصر على طول متابعنا، على طول عم تزودنا بمعلومات مهمة ومفيدة. شكر للكل. شكرا لك بدورنا كمان، يعني هذا واجب، هذا ما نستطيع أن نقوله. محمد، لا أزيد على ما قالت الأخوات. شكر موصول لكل من يقوم على هذا الصرح الإبداعي صراحة. أشكر روحك الإيجابية اللي غطت المكان، وابتسامتك الحاضرة ونصائحك الجميلة سواء في العام أو في الخاص، يعني نعم. الكل يشهد بهذا. هذا الدعم لربما يعني يضع الكثير من الثقة في النفس بأن نبذل كل ما نملك من موهبة وطاقة لنبرز أفضل ما عندنا، وأتمنى التوفيق للجميع. هل سنراكم في ورشة عمل تدريبية أو دورة تدريبية في أكاديمية الرواد للتدريب؟ إن شاء الله في الأيام القادمة؟ إن شاء الله أكيد. ربما تكون على الهواء مباشرة. لربما. لا ما. شكرا لكم من جديد. مشاهدينا، المبادرة هي فكرة وخطة عمل تطرح لمعالجة الموضوعات وتتحول إلى مشاريع تنموية قصيرة أو بعيدة المدى. وفي أكاديمية الرواد تم تكريس مفهوم المبادرة كثقافة للمنسوبين جميعاً بالإضافة إلى المتدربين، لتأخذ طريقها كنافذة يمكنهم الإطلال منها للإطلاق أو للانطلاق إلى آفاق متعددة. والأكاديمية هي صاحبة مبادرات كبيرة للراغبين والطموحين. مشاهدينا، سنعود بعد هذا التقرير الذي ستتابعونه الآن مع مجموعة جديدة في أكاديمية الرواد للتدريب على شاشة RBC TV. أكاديمية الرواد للتدريب هي الأكاديمية الوحيدة التي تربط بين التدريب والتوظيف عبر شراكتها مع شركة موارد للتوظيف، بشراكتها الاستراتيجية مع الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات وفق منهج جديد يطلق عليه منظومة 5+1 المرتبطة بتقييم وتحليل وتصنيف وتدريب وتأهيل، ومن ثم فتح مساحة لتوظيف المتدربين من الموارد البشرية. أكاديمية الرواد للتدريب على تمكين فكرة أن التدريب يعمل على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإدارية ذات العلاقة بالمرونة في العمل لدى الموارد البشرية، وذلك بالتفكير المنظم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها، والقدرة على التأقلم مع التغيرات وظروف العمل الجديدة، علاوة على تنمية مهارات الاستماع والابتكار والاتصال والتواصل والعلاقات والإشراف، وتحفيز الموارد البشرية واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على جميع أطراف المصلحة. وتقدم أكاديمية الرواد للتدريب تدريبها في جميع مجالات العمل، وذلك لتقديم الكفاءات البشرية التي تحتاجها أي مؤسسة لتحقيق أهدافها، معتمدة مبدأ التدريب بالتفكير على النماذج.
وتعمل الأكاديمية على تأهيل الموارد البشرية أفضل تأهيل بما يتناسب مع متطلبات العمل لأي جهة ترغب في توظيف مختصين عبر موارد التوظيف التي ربطت بين عملها في مجال توفير الوظائف للباحثين عن عمل وللمؤسسات والشركات التي تبحث عن كوادر بشرية مدربة بما يحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاج، مؤمنة بأن وجود مجموعة مدربة تدريباً أمثل يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة للمؤسسات. خصوصية التدريب في أكاديمية رواد هو في ربط متدربيها بالتوظيف وبفتح أبواب فرص العمل على مصراعيها لهم ولحياة أفضل في مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص عبر شركة موارد التوظيف المرتبطة بها، حيث اتخذت الأكاديمية من التدريب أساساً لهذا الدور وخصصت عدداً من المدربين الأكفاء الذين يتخذون التدريب في مجالاتهم بأساليب مواكبة للتغيير والتطور الذي يطرأ على كافة مجالات الحياة في وقتنا الحاضر، مما يمكن المتدربين على الحصول على قدرات قيادية وتوفير قياديين للمؤسسات في مختلف المجالات التي تنهض بكافة قطاعات الدولة.